السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال كيكات أو مادلين اللي كيجي بحال ديال المحلبات أو ديال المخبزات، وبلا ما تحتاجوا نهائيا أنكم تشريوا القوالب. فعلا رائعين مع جميع الأسرار باش يجيكم منفوخين هكا مقببين ورطبين بزاف. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. إذا على بركة الله غادي نبداو مع الطريقة والمكونات، غادي نعطيهم لكم في نفس الوقت. فهنا كيف كتشوفوا يعني في الإناء ديال العجانة أو ديال الطراب الكهربائي، المهم يعني سواء استعملتوا اليدوي أو هكا ديال العجانة، غادي نوضعوا 4 ديال البيضات وغادي نزيدوا 200 غرام ديال السكر. هنا غادي نعبر لكم كذلك بالملعقة بالنسبة للبنات اللي كيطلبوا المقادير بالملعقة الكبيرة. غادي ندير كيف ما قلت 200 غرام ديال السكر، غادي نزيد شويه ديال الفاني وشويه ديال الملحه. وغادي نبدا كنطرف هذا البيض على واحد السرعه اللي غادي تكون عاليه. غادي نزيد وانا كنطرب 100 غرام او ثلث كاس ديال الماء يكون طايب، ماء مغلي كنضيفه في دقه واحده على البيض. ما تخافوا والو، راه ما غاديش يطيب لكم، بالعكس البيض غادي يطلع بواحد السرعه كبيره وغادي يعطينا واحد حجم يعني مضاعف في واحد الوقت قصير، وكيجي واحد المادلين اللي خفاف بزاف. كنخلي البيض ديالي يطرب، في هاد الاثناء غادي نغربل المكونات الجافه. عندي هنا 380 غرام ديال دقيق ابيض، 4 ديال الكيسان كنقص واحد المعلقه صغيره او عفوا معلقه كبيره، وغادي نزيدو جوج معالق كبار ديال النشا، وعندنا كذلك جوج ديال الخمارات ديال الحلوى. هاد المكونات كاملين غادي نغربلوهم مع بعضياتهم ضروري. كيف قلت 4 ديال الكيسان ديال الشاي كنقصو منهم ملعقه كبيره وكنعوضوها بجوج معالق كبار ديال النشا او يعني نشا الذره. غادي نغربل كيف ما قلت هاد المكونات مع بعضياتهم، وعاد غادي نزيدهم على الخليط ديالي ديال البيض. هنا غادي نقطع كذلك شويه ديال الشوكولات باش غادي نستعملو في التزيين، تقدروا ديروا الزبيب او اللوز ايفيلي كذلك. فهنا شوكولات عادي اللي كنستعملو في التزيين ديال الصابلي، غادي نقطعو هكا مكعبات او مربعات صغيورين وغادي نزين بهم البيض الكيكات ديالي. غادي نرجع عند البيض من بعد ما طلع، لاحظوا كيفاش كيرجع الحجم ديالو، يعني 4 ديال البيضات كيعطيونا واحد الحجم بهذا الشكل، كيولي الخليط كريمي وخفيف بزاف. غادي نقصو على السرعه وغادي نبداو نزيدو في الزيت النباتية كاس لا ربع ديال الزيت النباتية وكاس لا ربع كذلك ديال الحليب، 100 غرام من كل حاجة. كيف شفتو كنقص على السرعة ديال الخلاط ديالي او التراب ديالي، ما نخليهش يطرب بسرعة عالية باش ما يطيحش ليا البيض، وكنزيد دوك المكونات بالتدريج. تقدروا ايضا تحبسوا الخلاط الا خفتوا يطيح لكم وتكملوا بالخلاط اليدوي العادي. هنا غادي نرجع نشغله دائما على السرعة خفيفة، ونبدا نزيد في المكونات الجافة مغربلين مع بعضياتهم بملعقة شوية بشوية، حتى كنسالي الكمية كلها ديال المواد الجافة. غادي تلاحظوا ان الخليط بدا كيهبط شوية، حاجة طبيعية ما تخافوا والو، غير ما تطربوش كتر من القياس. فضروري فاش كنزيدو الدقيق يعني كينزل شويه الحجم ديال الخليط، ولكن كنحافظوا عليه يكون خفيف وكريمي. غادي نحبس الخلاط وغادي نكمل هكا بيديا، نتاكد ان كلشي منسجم مزيان مع بعضياته وصافي، كيكون القوام اللي خصنا نحصلوا عليه بحال هكا، قوام خفيف في نفس الوقت كيكون متماسك، يعني ماشي داك اللي كيكون جاري وخفيف اكثر من القياس. وجدت القوالب ديالي من قبل اللي غادي ندير فيهم، كيف ما كتشوفوا وضعت هنا دوك العلب اللي كيكونوا ديال برينغلز او ديال البطاطس ديال الشيبس. فهنا كتبقاو كتحتفظوا بهم يعني ما ترميوهمش، هادو اللي كيكونوا صغورين، وهادو كتستعملوهم في الكيك ديالكم طبعا من بعد ما كنغلفهم من الداخل بالورق ديال الطهي. وممكن ايضا ديروا فيهم بريوش، ممكن ديروا فيهم الكاشير، يعني عمليين زوينين بزاف هكا ما ترميوهمش واستعملوهم.
فهنا كيف كتشوفيني غلفتهم من الداخل مزيان، وغادي نستعملهم هكا، غادي ندير فيهم الكيك، وغادي ندير معكم كذلك في القوالب ديال المافين او ديال المادلين العاديين بالكويرطات، باش هكا اللي بغى يستعملهم كذلك. صافي هنا كنبدا كنعمر هكا القوالب ديالي بهذا الشكل. غادي نستعمل هذه الملعقه الخاصه بالكلاص، كتسهل عليا. غادي نزين من الفوق بدوك القطع ديال الشكلاط اللي قطعت من قبل. كيف ما قلت ممكن تزينوا باللي بغيتو، الزبيب، رقائق اللوز اللي كتفضلوا. غادي نجمع هاد القوالب هادو في واحد اللاطه اللي غادي تدخل الفران. الطريقه ديال طياب الفران يكون سخون من قبل ضروري، باش غادي يجيونا مفقعين او يجيونا منفوخين مزيان. الفران كنسخنوه من قبل، فكنديروا واحد تقريبا 200 درجه، ولا الفران ديال الغاز يكون النار شويه عاليه او شويه مجهده. من بعد ما كندخلهم كنتسنى واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق، وكنقصوا كنخليوهم يطابوا على خاطر خاطرهم. فانا كندير الفران ديال الكهرباء 200 درجه، ومن بعد كنقص حتى ل 160 درجه، باش غادي نخليهم يطابوا على خاطرهم، كياخذوا واحد اللون ذهبي زوين، وفي نفس الوقت يعني كيكونوا طايبين مزيان من الداخل، ما كيبقاوش يعني يتحرقوا من برا ومن الداخل خضرين. فغادي نكمل بنفس الشكل. هنايا غادي ندير الخليط اللي بقى ليا في القوالب ديال المادلين بحال هكا في الكويرطات، نزينهم بنفس الطريقه، وغادي ندخلهم للفران حتى كيطيبوا ونرجعوا نكملوا. فانا الكيكات ديالي من بعد ما خرجتهم غادي نخليهم يبردوا واحد شويه في دوك القوالب، وعاد كنحيدوهم. فلاحظوا معايا كيفاش كيجيو زوينين بزاف، وكيجيو محمرين مزيان من الجوانب وطيبين. هنا كنحاول كنشد داك الورق وكنطلعهم بكل سهوله كيخرجوا، كنخليوهم يبردوا تماما وكنقدموهم بالصحه والراحه بهذا الشكل. هذا كيكون يعني الشكل النهائي ديالهم، كيجيو زوينين زوينين بزاف، رطبين وبحال المذاق ديال الكيكات اللي كتلقاو في المحلبات او في المخبزات بالضبط. مذاقهم لذيذ، وغادي نوريكم القوام كذلك كيفاش كيجي، اسفنجيين ورطبين بزاف ومنفوخين كيف ما كتشوفوا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون لات اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا بالقناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، وراكم ايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.